أولا الهدف من التهجير هو الضغط على حزب الله لإبعاده عن الحدود اللبنانية الفلسطينية إلى ما بعد نهر الليطاني لتأمين منطقة عازلة لإعادة سكان الشمال أو المستوطنين إلى مستوطناتهم وممارسة حياتهم الطبيعية واليومية. فلذلك مع بداية الحديث قلت لحضرتك إن حرب وجودية تخوض أشرس الحروب إسرائيل منذ اغتصابها الأراضي الفلسطينية، وهذه الحرب ستقرر مصيرها إما أن تستمر وإما لا. فلذلك سنشهد المزيد من العنف، المزيد من القتل، المزيد من الاستهداف، المزيد من الاغتيالات. هي حرب اليوم تخوضها إما لأن تكون وإما ستزول عن الخارطة. اليوم نحن أمام معركة مصيرية تتوجب علينا الحكمة، ضبط النفس، الوعي، الالتزام، المعايير، الخطابات لحماية أمتنا، لأن الأمة العربية اليوم من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى فلسطين إلى ليبيا إلى اليمن إلى كافة بقاع الأراضي العربية إما هي أمام امتحان صعب جداً ومعرضة للخطر. اليوم العالم كله سيقف إلى جانب إسرائيل حتى لا يعود أي يهودي إلى موطنه الأصلي.